مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 83 وتزايد حدة القتال في الجبهات الشرقية، كشفت تقارير صحفية أن كتيبة روسية دمرت أثناء محاولتها عبور نهر في شمال شرق أوكرانيا قبل أيام، حيث سقط أكثر من 400 جندي روسي بين قتيل وجريح. وإلى الشرق الأوكراني، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل في قصف روسي طال مدينة سيفيسترو دونيسك شبه المحاصرة بحسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. وفي مدينة ماريوبول، حيث أعلن عن إجلاء 260 عسكريا من مصنع أزوفستال، حيث تقول السلطات الأوكرانية إنه ما زال لها هناك نحو 1000 جندي من بينهم 600 جريح. والآن مشاهدينا نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.